للثقافة عنوان مقهى باب المدينة بالمدينة العتيقة بسوسة، دعم متواصل للثقافة والإبداع. أقبل البدر في الصباح ولعين الشاجي ظهر كوكب الشمس والقمر سل عقلي معه وراح منيتي بغية النظر وترك حالتي عبار غنج عيني قد أباح غنج عيني قد أباح بالمحاسن وبالخفار لم ينال غير من صبار. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة سوس تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج باب المدينة. باب المدينة اليوم يفتح على فنان شاب اسمه علام عون، وحسب رأيي معناتها كان على اليمين علام اسم فني، وكان على اليسار عون اسم فنانين زاد معروفين، ولو ما فماش قرابة عائلية بغدادي عون ووزدين عون وفهمني ومحمد علام. أقول حي مرحبا بك علام عون. مرحبا بك سي طارق، ومرحبا بكافة السادة المشاهدين تاع سوس تي في، وشكرا على الاستضافة هذه، الاستضافة العزيزة علينا. لا شكرا على واجب، كما قلنا ودينا نذكروا السادة المشاهدين الشباب والمحترفين والأسامي المعروفة، هذا البرنامج مفتوح إلى كل الطاقات، كل من يخدم، كل من يتألق على المستوى الجهوي والمحلي والوطني والدولي. إن شاء الله فيها مسيرتك لبس بها، معناها فما نشاط علمي ساعة نحكي عليه جانب التكوين في المعهد العالي للموسيقى، معهد عالي موسيقى بسوسة، نحضر في مرحلة الماجستير بيحدد متى عندي رسالة ماجستير لازم نحضر فيها بالنسبة لسنة تحت تأطير دكتور والفنان خالد سلامة، واللي موضوعها على التوشية والدورة متاعها وأهميتها داخل النوبة التونسية، وهذا بحكم اختصاصي وتوجهي وميولاتي للموسيقى التونسية، معناتها يعني ماخو بحكم ستيل متاعي والطريقة متاعي مختص في الأداء الموسيقى التونسية تنجم تقول تونسية يعني تونسية مغاربية بصفة عامة، مغاربية تونسية وخاصة الملوف التونسي، وخاصة أنا الملوف التونسي وغنانا التونسي معنا وطبوعنا وغنيتنا. علام كان توضح لنا اكثر للساده المشاهدين شنو هي التوشيه هذه، يعني خذ اختصاص في الماستر ولا ربما تمشي به حتى الدكتوراه ان شاء الله. ان شاء الله باش نواصلوا في نفس المنهج ونفس التوجه، لانه بحر هذا ميدان حاسب علم بحر كبير البسيطه في الموضوع، انه بحر كبير ياسر. شنو هي التوشيه؟ علاش اختيار هالموضوع؟ بون، انا باش نبدا نحكي توا بصفه عامه، معناها
التوشيا هي معناتها كما نعرفوا انه النوبه عندها هي فيها حركات او دي موفمون معناها متسلسلين تبدا في الاستفتاح والمصدر والدوق والسلسله وغيره والاختام والبراول والمصدر. التوشيا الفي بارتي هي بارتي من النوبه التونسيه. التوشيا هي قسم آلي، قسم آلي يعني يعزف لا يغنى في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في النوبه التونسيه، وهو يربط بين البطايحيه قسم البطايحي وباش يمهد الى المرور الى قسم البراول في الـ في, الـ في النوبه التونسيه. يعني احنا القسم هذا موجود بعد التوثيق نتاعه موجود في 5 نوبات وفي 8 نوبات مش موجود، معناها ما تمش توثيقه. علام، اذا ننتقل الان من الباحث العلمي ان شاء الله ربي يوفقك في الدكتوراه ان شاء الله، وانا مهم التطبيق والنظر والتفكير مهم والبحث مهم على الاخر. نمر الى مسيرتك الفنيه، كيفاش بدات وانت الان وينك؟ يعني بدات في كره الاطفال، معناتها صغار اغاني اطفال، معناتها وكان فما دي كومبوزيسيون حتى سي فتحي ونذكرها الى حد عطينا مقطع صغير. مرحبا 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 بالكرام والضيوف العظام، ادخلوا بسلام لكم الاحترام، نحن نشأ صغار رافعين المنار، نحن نشأ صغار رافعين المنار، ليلنا كالنهار لا نهاب الظلام، ادخلوا بسلام لكم الاحترام. بارك الله عليك. كومبوزيسيون تاع سي فتحي فوسطين، وقعدت حافظها كلمات ما نذكرش حلوه برشا خاطر كلمات هذوكم متربين عليهم وحابينهم قعدوا راسخين فينا معنا. وقداش محوجنا من نوع الغناء هذا والنوع هذا مهم على الاخر البيداغوجيه وفيها الفاظ راقيه جدا ومدروسه. اكزاكتومون. ثم من الكورال بعد قعدت نقرا في وسط قعدت نقرا معناها ونسمع ونتربى على الطرق الصوفيه خاصه. علامة في 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 لحظه سريعه هكا، شنو النشيد او الاغنيه الصوفيه اللي راسخه في ذهنك واللي انت مغروم بها وتحب ديما تنشدها؟ يعني يا عاشقين جاءت الافراح ونزاديني بي يوبه تامل إن شراح، صلى الله لي أول ما نبدأ باسم الله، صلى الله لي على الهاشمي بن عبد الله، صلى الله لي يا سعد من حج صلى في مقام النبي، يا عاشقين المصطفى صلى الله عليه. اللهم صل على النبي. اذا من التاثيرات الصوفيه نمر لقدام شويه. نمر لقدام بعد فما في الكوليج كيف تعلمنا قرينا وصلنا مع قرايه الموسيقى، ومن بعد جات النوادي نتاع الليسي، وكان فما هما اساتذه عندهم فضل عليا، واني الى يوم هذه اللحظه نوجه تحيه للاساتذه اللي علموني الكل والاساتذه اللي فادوني حتى ولو بمعلومه، معناها على خاطر الاساتذه نتاعي كوما عليهم فضل كبير عليا توا باش خلوني معناتها نوصل للمرحله هذه، وخلوني يعطوني انكود بوست باش نحب نقدم قدام. ومن بعد بدات تشد معناتها بدات شديت الثنيه تنجم تقول من خلال مشاركتي مع الاوركسترا المغربي. مش ثنيه الاوتوروت، بدات دخلت في الاوتوروت. في خاطر واحد شد الثنيه نتاع العمل مثلا بعد مطار بعد الطيارات فهمني. نقول بعد كنت غنيت مع الاوركسترا المغربي اللي هو لم اهم معناتها اسامي نتاع المالوف في المغرب العربي في 2013 في قاعه ابو زيدون الجزائر. هذه مش اللمه اللي تمت في ليالي متحف سوسه منهم لمه مصغره تقريبا، لكن الاخرى تقريبا اكثر من 60 موسيقي معناها يعني ومن كبار الاسامي الموجودين معناتها في المالوف المغاربي في المالوف المغاربي. من ثم كان عندي افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينه مع
الاسم الكبير والفنان واللي هو المدرسة الكبيرة برشا في قسنطينة وفي الألجية الشيخ طاهر فرقاني فرقاني الشيخ حمدي البناني. كنت أنا مثل تونس في الحفلة ذيك عم ناور. كنت في مهرجان المالوف المغاربي بوهران كنت انفيتي غادي ومثلت تونس. كنت مرفوق بالأوركستر الجاوي المالوف بقسنطينة في وهران. ومن ثم سنة كيف كيف كنت في عنابة مثلت تونس في طار تبادل ثقافي بين تونس والجزائر. عندي اختتام مهرجان جارش الدولي في 2014 مع محمد علي كمون. مشاركات مع الأستاذ طاهر جيزاني كيفيف اللي نوجه له تحية من خلال عرض تما يورث وعرض حب ملوك وغيره. طلعت معه في كارتاج في افتتاح مهرجان سوسة الدولي في غيره. كنت كيف كيف مع الأستاذ عداب جليلي معتها مع تخت الموسيقى العربية في المعهد معالي الموسيقى في افتتاح مهرجان ربيع سوسة في ليالي المتحف. عديد المشاركات معنا ومؤخرا كنت في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية مع أوركستر محمد علي كمور. واختتام يقولي وان شان شو مع الفنان الكبير لطفي بوشناغ والفنان الجزائري عباس الريغي وعديد المشاركات دقيقة معنا. لو نقولوا لك توجه نصيحة للشباب اللي يحب يوصل اللي يحب يتألق ويحب يبرز شنو هي نصيحتك خلال هالتجربة هذه مثل يعني بي يبرز ولا القصيرة ولكنها ثرية جدا الحمد لله ما على خاطر هي التجربة هذه هي نتاج لسنوات قبلها ما أنا أقوله السؤال التقليدي والعادي شنو سر بالقوسين نقولوا النجاح هو سر خاطر فما محبة وغرام المحبة والغرام محبة والغرام هم أساس كل شيء المحبة والغرام والعمل المهم خاطر المحبة والغرام وحظهم لابد يفرض معناتها انه ما تبش العمل باش نجموا نطوروا باش نجموا نقدموا والحوايج هذيا ولا غيرها تجيب طبيعتها راه هي نتيجه معناها موش واحد كيف يخدم ويحب ويتغرم راهو بطبيعته باش يكون موجود وباش معناتها يقدمك الحاجه اللي يحبها ويوصل بها معناتها هي معناتها هذايا هو نتيجه والايمان بالحاجه اللي انت تحبها معناها. اخر اخبارك اخر اعمالك قلت لي فما تقريبوني هبطت للسوق أغنية خدوجة اللي هي كلمات وألحان أخويا الياس بن أحمد وتوزيع أحمد خالد الكلبوسي. ما اشترى منها يا خدوجة يا كحلية الأنظار يا خدوجة يا صاروخ النار الموت عليا خدوجة ما نسلم فيها خدوجة الموت عليا خدوجة ما نسلم فيها حني يدي وطفي لي في قلبي النار خدوجة يعطيك الصحة علام. شكرا انتظارك وان شاء الله في لقاءات اخرى وان شاء الله في التألق ونجاحك في الماستير ان شاء الله في اختصاص الموسيقى التونسية والتوشة في موضوع على التوشة وربي يوفقك في مسيرتك الفنية في مهرجانات وطنية ودولية وللقاء ان شاء الله في اقرب فرصة ان شاء الله مش تكون في رمضان برنامج باب المدينة خاص بشهر رمضان. شكرا شكرا سي طارق وإلى اللقاء. شكرا الى اللقاء وبارك الله فيك سي طارق على الاستضافة هذه.